السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، محدثكم وينك عني من منتديات من الروح، أحد أعضاء جروب أندرويد السعودية في الكاتفيز. اليوم راح أشرح لكم برنامج ماي براي صلاتي. هو برنامج أصلا معروف عند الكل، هذا أيقونة البرنامج وكثيرين منزلينه يستخدمونه، لكن اللي سويته اليوم إني شفت أحد الأعضاء طلب برنامج فيه الأذان دايركت، فأنا سويت موضوع في المنتدى وطرحت وطرحت أصوات أذان، منها أذان الفجر، منها أذان إقامة الصلاة، ومنها الأذان كامل. فأنا حاب أشرح لكم طريقة إضافة الأذان، وفي كم ميزة برضو اللي تواجهها مشكلة في نفس البرنامج. إذا التوقيت، ما التوقيت يقول لك غلط، متقدمة ساعة أو متأخرة ساعة، هذا عن طريق التوقيت الصحيح. لكن أول شيء راح أشرح لك الوجد للبرنامج. الوجد هو اختصارات البرنامج، مرة حلوة راح أشرح لكم إياها الآن. طبعا على سطح المكتب للجهاز نسوي خيارات، ثم إضافة، ثم التطبيقات المصغرة. زي ما انتم شايفين طلعت لنا هنا نيك ماي براي نيك ماي نيكست براي، الصلاة القادمة إلى آخره، ثلاثة خيارات موجودة منها. الفكرة هنا إنه أول حاجة نحط الويدجت الأول، مجرد تضغط عليه تسوي موافق راح يطلع لفوق زي ما شايفين. أنا راح أضيف الثلاثة الويدجتات الآن بحيث تتابعوها بإذن الله، يناسبكم منها شيء وتسوون اللي يعجبكم. وهذا الثاني وهذا الثالث، الويدجت الثالث. طيب بعد تركيب الويدجتات طلعناه سطح المكتب، اشرح لكم اياها شرح بسيط. الوجد الاول يا ما تضغط عليه يعطيك كم متبقي. شوف، متبقي 23 دقيقة على صلاة المغرب. العصر على اليسار، صلاة العصر راحت، الصلاة اللي هي جاي المغرب، السهم يمشي، الامبير كذا بالرصاصي هذا، الخط تشوف اللي يعني يمشي على الصلاة، كل ما تقرا كل الخط ما يمتلي. يعطيك هنا على اليمين التاريخ الاحد 29 محرم. الوجد الثاني يعطيك الاحد 2 ديسمبر، يعطيك اياه هجري ميلادي زي ما انتم شايفين. اعطيكم اياه التوقيت عندك هنا، الفجر المغرب بتكون لونها زي ما انتم شايفين، سوري لونها العصر، شوف شلون جاي شكل اللون، والمغرب جاي لونه فاتح. الوجد الثالث، 18 الوجد الثالث زي ما انتم شايفين، الفجر الظهر العصر المغرب لونه اصفر، عليه اليقونة الصفراء هي اللي راح تجي بعد شوي. انا بالنسبة لي افضل الوجد الاول، لما تضغط عليه يعلم كم تبقى على الصلاة. شوفوا اللي انتم اللي يناسبكم من الوجد ونزلوه على سطح المكتب عندكم، راح يعجبكم وراح تستفيدون منه كثير. طبعا اي وجد سواء الاول الثاني الثاني او الثالث تضغط عليه راح يدخل بك على البرنامج. طبعا الخلفيه هذه البيضاء على اصفر كذا منقشه، تقدر تغيرها من الضبط من اعدادات العرض من هنا. لكن اللي راح اشرح لكم حساب رمضان عندكم هذا، خلوه حق رمضان. لكن عندكم التعديل التوقيت الصيفي، هو هذا لو جاء عندك الوقت متقدم ساعه في البرنامج او متاخر ساعه، يا تشيل علامة صح من التوقيت الصيفي أو تضيف علامة صح على التوقيت الصيفي، وراح تعدل معاك الوقت في توقيت جوالك على حسب مدينتك. اللي راح نضيف لكم إياه الحين هو كيف تضيفون المقاطع، اللي هو هنا إعدادات التنبيهات، نخش عليها ثم ندخل نغمة تنبيه الصلاة، ثم ننزل حطه في المنتدى. نسيت ما أفتح المنتدى، المقطع أنا حطه في المنتدى، المقاطع مرة جدا سهلة وبتناسبكم، حبيت اجمعها لكم كلها في موضوع واحد. انا ما شفت احد انه حاط يعني مقاطع الاذان، حاط بس البرنامج وانتهت الفكره. برنامج سهل جدا ما يحتاج، لكن انا اللي حبيت اسوي لكم يعني الان جمعت لكم مقاطع من الاذان كلها مع بعض وفي نفس الموضوع واحد، يعني جمعت لكم اياها على اساس ان شاء الله تستفيدوا منه ويستفيدون غيركم منه، تكون متواجده في نفس المكان ما يحتاج تروح وتجي يعني على عمرك. هذا الموضوع زي ما انتم شايفين جمعت لكم الاذان في نفس الموضوع. راح نشوف كيف نحمل مثلا الاذان. على سبيل المثال راح نحمل هذا البرنامج، انا طرحت البرنامج مؤذنين، فيه كل المؤذنين ان شاء الله راح يعجبوكم باذن الله. اول شيء مثلا على سبيل المثال نبي نحمل الاذان الحرم المكي كامل، نضغط على الصورة دايركت راح يدخل بنا على موقع الميديا فاير. انا طبعا رفعت جميع اصوات الاذان على موقع الميديا فاير زي ما انتم شايفين، سوينا هنا منتديات من الروح وينك عني، منتدى من الروح وينك عني، حرم مكي بصيغة ام بي 3، لان البرنامج حق الاذان ما يدعم الا صيغة الام بي 3. جاري التنزيل، لازم تلاحظون نسحب الشريط، المرض ما راح يتطول اصلا لان الاذان حجمه مرة صغير، اطول راح يتحمل معك زي ما كذا تم التحميل. نرجع ندخل على البرنامج من جديد زي ما انتم شايفين، ادخل على ماي براي. ثم انتم الان تبون تحددون نغمه مخصصه، هو اول ما تفتحون البرنامج راح يجيكم زي النغمه الرئيسيه للجهاز.
لكن انت تبي تحط نغمة معينة لكل الصلوات، تضغط اول شيء استخدام الذاكرة يطلع لي علامة صح، ثم نغمة تنبيه من الذاكرة، راح تفتح لك ملفات زي كذا، تنزل على ملف اسمه الداونلود. الداونلود زي ما انت شايفين الداونلود، تخش عليه تشوف مقطع الصلاة. هذا مقطع الصلاة أنا نزلته من قبل حق الفجر، حق أذان الفجر، صلاة خير من النوم. هنا أذان الحرم المكي، مجرد تضغط عليه تم حفظ النغمة بنجاح. لكن إذا أنت حاب تحط للفجر نغمة وللعصر، سوري، للفجر نغمة أن الصلاة خير من النوم، تحددها، تضغط هنا استخدام نغمات مختلفة، ثم تخش على الفجر، تنزل طبعا المقطع من نفس الموضوع اللي أنا طرحته، تخش هنا ثم تنزل على ملف الأندرويد، سوري، على ملف الداونلود أقصد، اعذروا السماحة منكم، ملف الداونلود، ثم مقطع الصلاة خير من النوم، ثم عاد ترجع تحط العصر والظهر والعصر والمغرب والعشاء أذان كامل أو مقطع من الأذان، تخش هنا ثم نرجع على داونلود عشان يصير أذان عندك مرتب، ما يصير لخبطة فيه، بس يكون الفجر هو اللي مكتوب عليه اللي يطلع فيه أذان الصلاة خير من النوم. تخش هنا ثاني مرة، نحط أذان صلوات العصر والظهر والمغرب والعشاء، لكن الفجر حطيناها نغمة خاصة فيها اللي هي الصلاة خير من النوم. أتمنى أن شرحي فادكم واستفدتم منه جميعا، على أمل إن شاء الله نراكم في شروحات أخرى. معكم وينك عني منتجات من الروح، أحد أعضاء جروب أندرويد السعودية، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، فمان الله.